هذه هي آخر نقطة لرجال المقاومة هنا في منطقة غراب غربي مدينة تعز، ومن خلال هذا الخط كانت يتم الدخول والخروج إلى مدينة تعز. كما هو واضح اليوم شدد الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من حصارها على المدينة، وكما هو واضح هذه الحافلات لم يسمح لها بالخروج من المدينة وعادت إلى المدينة. كما يقول هؤلاء العائدون يقولون أنه لم يتم السماح لهم لا بالدخول ولا بالخروج. رجعوا نحن لا احترمونا عوائل ولا ركاب ولا أم القن ولا أي حاجة. ليش المبرر؟ والله ما أنا داري إيش المبرر عندهم، كذا مزاج عندهم يعني زي القف زي البواب زي السجن هذه تعز، أي وقت افتح أي وقت بند. شبح الحصار القاسي على المدينة يعود من جديد وبشكل ربما أقسى كما يقول الناس هنا، بعد أن كانت الأيام الماضية قد شهدت نوع من التخفيف في دخول بعض المواد الأساسية ودخول وخروج الناس من هذا المعبر. محمد القاضي، سكاي نيوز عربية، تعز.